السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يحييكم يا مرحبا. رحلتنا اليوم طبعا احنا تدريجيا بدأنا الخروج من جازان، ونحن الآن على حدود جازان منطقة عسير. وهذا المكان جميل، سبق وأنا عرضناه في القناة أكثر من مرة، لمنطقة الفطيحة. طبعا هذاك خوي نفسية قابله ويقول يا حبيبي طفشتنا في هذه الأماكن اللي لا تودي ولا تجيب. الماء والحياة نسأل الله العلي القدير لنا ولكم الصحة والعافية، والله يفرج همومكم. أبا أقول لكم على شيء يا أخوان، طبعا يمكن تجينا المكان هذا مرات متعددة في رحلاتنا، وكثير كثير كثير مو المسألة ذا. تعقبنا سيل جارف وشال الأرض، هذه اللي انت تشوفونها هذه مستحيل أي سيارة تعبر. أنا ماشي على رجولي الآن، وسيل جارف ما أدري متى جاي، يمكن في حدود الشهرين اللي مضت. هذه صوت الماء، الطبيعة، الحياة في هذه الأماكن الجميلة. خلونا نكملنا لقطتين حلوة هنا. شو يقول أبو نورة؟ يقول سريت ليلة الحوالي لنبلج نورة. يا جماعة الخير، هي يومين طلعناها من أجمل الأيام. طبعا خوي هذا أبو عبد الله الله يوفقه، زميل رفيق وأخ وحياة، لكن هذا الرجل مصاب بالنوم، مصاب بداء النوم. والله العظيم أنا ماخذه معايا في الرحلة هذه من باب الخديعة. هذه يعني ساعتين نرجع، لأنه سبق وقد طلع معايا كم رحلة. الرجل هذا غير متقبل، لكن إنها خويك. أي لا وصلت لا والله خويك. شوفوا هنا الجو اللي يحبها تحب قلوب هنا في جازان. يا الله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. أحد يقول موية بيارات الله يكرمكم صرف صحي؟ لا والله، لا يا حبيبي، الله تشرب من الموية هذه. صوت الراعد. أنا وسط الماء يا جماعة الخير في هالمكان، الواحد يعيش الشعور هذا إنه بس كذا يرتاح بعد التعب بعد المشوار هذا. أسمع صوت الماء،
والله تخبيص يا ابو عبد الله، والله تخبيص، ربك يستر. بس الارض مليانه طحلب، خلاص قاعدين نمشي. الله يا ابو عبد الله، ها انت بتوريني الطريق؟ انزل الحين، تعال بعدين وريني الطريق. ما يبغى يجي الاماكن هذه، ما واحده ما تضبط معك.